الأخطاء هي الوسيلة المثلى ليتعلم الصغار، أما إن أصر الآباء على توبيخ أطفالهم في كل مرة يخطئون فيها فيجب أن يحضروا أنفسهم لتحمل بعض العواقب. هذا ما تؤكده أماليا غوردوفيل، أخصائية الأسرة في مركز غرات للدراسات في برشلونة. أوضحت أن السماح للأطفال بارتكاب الأخطاء يعزز استقلاليتهم ويزيد من تحملهم للإحباط، ويعد ذلك جزءاً طبيعياً في أي عملية تعلم، وهي عنصر أساسي في تنمية الشخصية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة. ولفتت الدراسة التي أجراها المركز إلى أن منع الأطفال من ارتكاب الأخطاء قد تكون له عواقب وخيمة على مستقبلهم، مشيرة إلى أن ذلك يضعهم في موقف يجعلهم غير قادرين على مواجهة العالم. ومن آثار الحماية المفرطة على نمو الطفل مواجهة هؤلاء الصغار مشاكل في إدارة عواطفهم وعدم التسامح مع الإحباط. وفي مرحلة البلوغ يؤدي إلى زيادة القلق وتطور نوع من الرهاب الاجتماعي والاكتئاب. ومن بين الأسباب الأخرى التي تسمح لنا بفسح المجال أمام الأطفال لارتكاب الأخطاء دون تدخل هو اكتساب المرونة في مواجهة الأحداث غير المتوقعة، وهو أمر أساسي بالنسبة لهم عندما يكبرون.